السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله حنشوف مع بعضنا كيف أنا عملت لوجو البلاي ستيشن وكيف رسمت الجويستيك تاعت البلاي ستيشن على الفوندو. أول شيء عملته إنه أنا رسمت الجويستيك اللي بدي أرسمها على ورقة وحطيت التفاصيل عليها ورجعت قصيتها وبلشت كزة وقطع بشفرة كتير تكون منيحة على الفوندو، لأنه الشفرة إذا كانت منها كتير منيحة ممكن تعذبني ويصير الفوندو ياخد ويعطي معي. بعد ما خلصت وقطعتها جبت عند الفود كولورينج بنز من ويلتون، انا شريتهم استخدمتهم لحتى ارسم التفاصيل على الجويستيك. هون اول شيء انا بلشت بالرسم بس حسيت انه الدائره اللي رسمتها طلعت معي منها كثير بيرفكت، فرجعت محيتها. كيف محيتها؟ تجيب شوية مي، حط مطرح ما أنا رسمة رخي اللون يعني، برجع بمسحه بشوية كلينكس مثل ما شايفين، بصير أنا ببطل مبين عندي. برجع بعدين بحط شوية نشا لحتى نشفها أكتر للعجينة. هيدا البارت أنا قصداً خليته لحتى فرجيكم كيف أنا برجع بمحي الألوان أو الأخطاء اللي أنا ما بدي إياها، فرجعت بالشان ما أرجع أغلط نفس الغلطة. صرت جبت هيدي الطولي اللي انتو شايفينها اللي مثل كردوني بس على كبيرة، صرت حدد مطرح ما انا بدي ارسم لحتى ارجع بعدين لما استخدم القلم كون عارفة حالي وين عم برسم مظبوط. هلا هون بلشت انا بلوجو البلاي ستيشن كمان نفس الطريقه، كنت رسم اللوجو انا اوريدي على ورقه، كزيته كز بهيدي الطول اللي مثل الكردوني بس على كبير وبلشت لون فيه. هو بشكل عام لونه كان كله اسود، ما في بقلبه الوان كثيره. استخدمت هيدي الطول لحتى انا اقدر ارسم اللون، ارسم الخط الجالس، لانه فيكم تستخدموا مسطره بس انا بصراحه ما كانت بين ايدي، منشان ما قمت استخدمتها هي، طلع معي نفس النتيجة يعني. وكملت بالأقلام بعدين ورجعت بعدين مليت اللون الأسود. وهيك بنكون خلصنا لوجو البلاي ستيشن اللي انا حطيته على الكيك من فوق. بتمنى تكونوا انبسطتوا بالمشاهده، واي اسئله او تعليقات بليز اكتبوا ليها بالكومنتس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.